بعض الناس يقولون إن من ختم القرآن ولم يذبح فإنه يصاب بآفة، فما هو توجيه الشيخ صالح؟ لا أصل لهذا، والذبح لختم القرآن ليس بواجب، ومن فعله فلا حرج عليه، من باب الشكر لله عز وجل ومن باب الفرح بنعمة الله، فلا بأس أن يذبح وأن يصنع طعاما ويدعو إليه الجيران والأصدقاء والمحاويج والفقراء بالدرجة الأولى، ومن لم يفعل فلا حرج عليه. جزاكم الله خيرا.